طبعا ما ستشاهدون الآن هي ربما لقطة متعارف عليها عالميا وعرضت في كثير من الأفلام كثير من المسلسلات، ولكنها تحدث الآن في أرض الواقع أو على أرض الواقع في العراق. عصابات التسول هذه تتفنن في اصطياد الضحية. كاميرا مراقبة في تقاطع العشار في محافظة البصرة رصدت واحدة من المتسولات وهي تلقي بنفسها أمام سيارة لكي يدفع فيما بعد سائق السيارة تعويضا لها. دعونا نشاهد. في سكتة قلبية بالجواليز اللي جونيس. لكن الطريقة فاشلة.